امرأة هستيري عليها أو سادية، أما إذا أم رحيمة وتصب مثلا فد قدر ماء مغلي أو زيت مغلي تصب على بيتها، هذا مستحيل. الله حتى لو إنسان يعصي إنسان يذنب، مستحيل أنه يعني رحمته اللي هو مليارات المرات أكثر من الأم كما ورد في الروايات والآيات. هذا تشويه صورة الله. الله نحن ليش الشيعة ما يتوسلون الله؟ لأن الله شوه صورته بهذه جهنم، منتقم ومعذب. التجأوا إلما للزهراء، للزهراء ما عدا عذاب، ما عدا انتقام، كلها رحمة. التجأوا إلى الحسين، الحسين فقط كلها رحمة، دائما يتوسلون بالحسين، يتوسلون بالعباس، ليش ما يتوسلون بالله؟ لأن الله صورته مشوهة عند المسلمين، صورته مشوهة لأنه عنده عذاب. يعني صدام هم عنده ثواب هم عنده عذاب، يعني صور مثل صدام. أما إحنا لازم نفرض أن الله فقط رحمة حتى نقوم نحبه. إذا عند رحمة وعقاب مستحيل نحب واحد شخص عنده. يعني كل الملوك شوف ما محبوبين عند الناس، بس الناس يخافون من عندهم. فهذا التصور تصور ساذج ويشوه سمعة الله. نحن نريد أن ندافع عن الله. بالنظرية الثانية سوف ترون أن هذه الجنة وهذه النار أساسا خلاف العقل. على الجهنم تحدثنا، زين على الجنة شنو؟ على الجنة ما حكينا. مو المعاد عنده جنة ونار، احنا فقط اذكرنا الإشكالات على جهنم. على الجنة والله انتم تصوروا هذه الجنة الموجودة، يعني انا اسميها حظيرة اغنام، انا اسميها طولة مال المطاية، يعني فقط اكل وشرب وزواج وشرب خمر، يعني اي معلم من معالم الانسانيه ما موجود. فالايثار مثلا ابداع شغل امومه، حتى الام هم مسكينه هناك ما تقدر تولد، لان ولد ولاده بها وجع، وانه الجنه ما بها وجع، يطوها شنو ولدان المخلدون، يا انا ابني هو هذا الوجع لطيف ما يصير. الابوه ما موجوده، زين حاتم الطائي احلى عنده احلى شيء انه يجي في الجوعان يطلب المضيف ويكرمه، هو ما يحب هو ياكل، يحب ينطي. احلى شيء عنده واحد جوعان ويجي المضيفه، يا ابو حاتم الطائي قاعد كلهم زناقين هناك، ما اكو فقير ولا اكو جوعان، هذا هيك. الامام علي شجاعة وفروسية واهتمام بالضعفاء، هذا ماكو، كلهم لا ضعفاء ولا حروب اكو ولا كل شيء ماكو. زين احنا المؤلفين الفنانين الابداع الرسام كلهم رسامين، كلهم عندهم قدرة على الرسم، بعد هيك هذا يقعد. زين احنا المؤلفين كلهم من علماء، جاء لما نألف هم نقعد، بس ناكل ونشرب شنو؟ من هاي فقط غرائز حيوانية. هاي الغرائز الحيوانية دول الهمج العرب الجاهليين كانوا يكيفون عليها. احنا قطعا اذا الله قال لي اطب للجنة انا اول من يرفض دخول الجنة، وبل افضل دخول النار. لماذا؟ لان بها احساس انساني، بها مواساة للمحرومين المعذبين. انا بالجنة شو اسوي؟ زين يوم يومين سنة سنتين خوي مل إلى أبد الآبدين. يعني هذا الفلاح لذة، الفلاح اللي هو يزرع يتعب يحصد. هذه أنت إذا مجربين، إذا أنت تزرع شجرة رمان وأنت تقطف هاي الرمانة بعد 5 سنوات ألذ عندك من كل شيء، مو تروح تشتري رمان من السوق. هذا الفلاح يريد هو يشتغل،
لذة، هذه اللذة الفلاح ما موجودة في الجنة. لذة الإيثار ما موجودة في الجنة. على كل، فهذه الجنة إذن والتصوير بالقرآن موجودة، يعني صدق يعني واحد يتصور الإمام علي مثلا لابس معافد وقلادة وتراج، هذا بالجنة، يعني هذا الله في شيء عظيم، ويلبسون أساور من فضة، فالشيء عظيم، يعني الإمام علي يلبس أساور، معاضد يلبس، هذا شنو فائدته؟ ويلبس حرير، هسه الحرير ما شاء الله حتى الفقر هم يلبس حرير. يعني تصوير للجنة تصوير مشوه، يعني فقط يناسب ذاك الزمان اللي كانوا جوعانين، لا شايفين معضد، لا شايفين عسل، لا شايفين حليب، لا شايفين، كلها لل شو اسمه للملوك، ملابس ما عندهم. احنا عندنا بالروايه انه كل 10 كانوا للصلاه، صارت جماعه كلهم عراة، كل 10 كانوا يتناوبون على مئزر، هذول 9 يقعدون، واحد يقوم يصلي يلبس المأزر، بعدين يطل المأزر للآخر يقعد. هذا الفقراء طبعا لما يشوفون حرير وسندس وكذا، حور عين، حور عين للنساء ماكو. مسكينة هذه المرأة الزوجة الصالحة تنتظر هذا زوجها، هو عنده 1000 حور عين، عود ايش وقت يوصل سراها؟ هي ما عدها، لازم تضر فد مليون سنة، وكل مرة يجامعها بالرواية تقول 500 سنة، زين 500 سنة هو 1000 وحدة أقل شيء، زين. وهاي خطية الزوجة، يعني واقعا لازم النسوان أول من يعترضن على هج جنة، ما يصير بس الرجال عنده. ليش؟ شوف ذاك الزمان الثقل على الرجال، مو هي الفتوحات والجهاد، بس الرجال، الله او النبي يريد يطمعهم بالجنه. اذا لازم اكو حور عين، لانه العرب مشوهين على الحور عين، على المراه مشوهين. فاما النساء اصلا ما مو بالحسبان. زين، على كل، هذه الجنه وهاي النار. احنا نشوف نظريتنا باختصار، بس انا اريد انتم تشاركون حتى يصير بحث متواصل وتتواصل الحوار يصير، يعني حتى في اثناء المحاضره اذا واحد عنده سؤال حتى يشيل ايده حتى يصير تغيير جو، يعني مو كله ها لا اريد، يعني سوي التنوع ملل يصير. انا من اول دائما اعتذر عن الاطاله، يعني الموضوع هو يستحق الاطاله، يعني كله اختصرت كثير، يعني ادله وكذا كلها اختصرتها، بس مع ذلك هو موضوع، يعني موضوع كتاب يريد، لان كلها يمكن فشي ما سامعين بها. زين، إذا عنده واحد اعتراض خليه يعتذر حتى ليس الملل، الجماعة بعضهم يمكن يتعبون. هذا على اي، هذا مو على المعد، هذا على التوحيد. اي طبعا الأدلة كل الأدلة القرآنية إذا تشوفها كلها ضعيفة منطقيا، وإن كانت صحيحة خطابيا. القرآن كتاب خطابي، خطاب مو كتاب فلسفي. إحنا إذا قلنا كتاب فلسفي مثل ما يقولون جماعتنا العلماء، هم ظلم للقرآن، يعني نظلم القرآن، جاي نحمله فوق طاقته، هو كلامه للهمج، أنت تجيب كلام الإفلاطون ما يصير، فينكشف. إذا قلنا أنه هذا دليل منطقي، شفنا أدلة المعاد كلها ضعيفة. فعلى كل ما نقوله نحن